اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض الاكل والبساطه والسهوله بيحتاج منك وقفه. دبابيس الفراخ احنا عايزين نغير من شكلها ونغير من طعمها دايما ان هي محدوده الاقامه في ان احنا نعملها كريسبي. تعالوا نعملها النهارده مع الشيلي صوص ونعرف مدرسه الشيلي صوص سواء مع فراخ سواء مع لحمه سواء مع جمبري. ايه رايكم؟ تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل. معانا شوربه عدس النهارده والعدس المصري بتاعنا من خير ارضنا بيتصدر للعالم كله وطعمه لا طبعا لا فارق بين اي حاجه خالص. فانا هعمله النهارده مع الشعريه، ممكن يتعمل فته، ممكن يتعمل شوربه عدس لوحديها، ممكن يتعمل برجر، فطبعا العدس متعدد الاغراض. فالنهارده هنعمله مع الشعريه ولكن بتركات المغازي ياخد الحبهان ازاي وجوز الطيب اكيد هيكون له طعم تاني. معانا كبد فراخ النهارده هنعمل رز بالخلطه. رز بالخلطه طبعا كل الامهات بتبدع فيه، البعض بيحط له قرفه، معجون طماطم، يحط مع الكبد قوانص وقلوب. النهارده معايا الكبد بس، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وانا اقدمها مع المكسرات بشكل لطيف وجميل. السفره الحلوه دي محتاجه تفتح النفس. حاجه كده طبق مخلل، طبق ترشي، ايه رايكم لو عملنا بتنجان على طريقه المغازي؟ يعني هو المسمى بتاعه بتنجان بخلطه المغازي، ايه هي؟ انا معرفهاش، هي تطلع معايا كده، خلينا في الحلقه بتاعتنا نشوف تفاصيلها لان في حاجات بتطلع كده ايه بتبقى لطيفه وجميله وانا بحب الحاجات ده على فكره. انا عايز اعمل دلوقتي شويه بتنجان مخلل عدل السفره دي، نعملهم مع بعض ازاي؟ على طريقتي. مع بعض كده واحده واحده. بس في الاخ اتصل من شويه وعايز شوربه العدس عشان مشاكل القولون. ما تيجوا نغرف شوربه العدس مع بعض كده بسرعه. سريعا. يلا مع بعض. حلت الشوربه معايا اهي. بص انا هعمل ايه؟ شفنا المقادير بتاعه البتنجان؟ طيب. يلا يا شباب انا معاك اهو. ادي مقادير البتنجان. بصل وطماطم وبتنجان وفلفل حار وفلفل رومي. كزبره خضراء، التوابل بتاعه المغازي، بابريكا، ملح وفلفل، حلو الكلام، ومعلقه فلفله حلوه. دي المقادير. تعالوا التركايه بتاعه شوربه العدس، هنعمل ايه؟ ده الطبق التقديم. في حاجه؟ ساحر فاضي اهو. جيبوا لي الله يرضى عليك. تعالوا مع بعض نشوف طبق البتنجان اللي الشيف المغازي هيبدع فيه دلوقتي. نعمله مع بعض ازاي؟ معانا زيت على النار، شديد الحراره. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنلحق. سكينه حاميه. البتنجان طبعا معانا محطوط في ماء حمضي عشان ما يسودش، عشان الاكسده بتاعته زيه زي التفاح زي البتنجان اهو. والله متقطع من الساعه 9 الصبح. اسود؟ لا، ربنا يكفينا شر السواد. ابيض؟ قلبه ابيض زي ما هو؟ هنخليه زي ما هو كده. وتعالوا نقطعه ازاي؟ بناخد البتنجانيه تقطعها نصين كده اهو، ونجي هنا كده بالشكل ده كده اهو. بتنجان الابيض والاسود عشان نبقى عارفين ايه، هنعمل شويه طبق بتنجان جميل جدا اهو. حلو. انا حبيت بس ايه عشان نعرف ازاي نقطع البتنجان مع بعض اهو. بتنجانات تقطع من نصين، حطينا في محلول حمضي اللي هو ميه وميه ميه وملح وليمون، وعندي زيت شديد الحراره. بس هتحمر البتنجان كده يا شيف، هيشرب زيت، هتعمل ايه؟ اصبر على رزقك. هنجيب كسرولة ازاز، اللهم صل على النبي، وناخد البتنجان بتاعنا الجميل بالشكل ده كده حلو قوي. كفايه دول؟ كفايه دول وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بنحط عليه يا عم الشيف معلقه دقيق، اللهم صل على النبي على البتنجان حلو. بنحط عليه عصرة ليمون على البتنجان بنحط عليه شوية توابل ايوه على البتنجان انا عارف قالوا الكلام. شوية كزبرة خضراء ونمسك البتنجان نقلبه كده ونجري على الزيت بتاعنا اللطيف. طب حطيت الليمون ليه يا مغازي والبتنجان طلع من المية؟ عشان الدقيق يعمل عملية لم الشمل ويخلي الكفر بتاع البتنجانيه بالخلطه دي زي ما هو معايا كده ننزل في قلب الزيت، اللهم صل على النبي بعد التحميره دي بيطلع من الزيت بيلاقي الاستقبال الحلو بالخلطه اللي عاملها دلوقتي حالا اللهم صل على النبي التحميره دي حلوه قوي.
ممكن تحمريه في طاسة على عين البوتاجاز حسب الرغبة. كفاية. حلو؟ تمام. يطلع من التحميرة هنكون جهزنا الصلصة بتاعته اللي هي هتغرق فيها دلوقتي. نشيل شوربة العدس من هنا ونيجي هنا كده بعد ما نروق البوتاجاز عشان مخرجنا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع كده البتنجان في قلب الخلطة. شوية بتنجان بقى تاكل صوابعك وراه. ده لما يبرد في التلاجة بعد التحميرة الحلوة دي كده والكفر بتاعه ده كده. معاه فلفل حار. بالشكل ده كده. كده الزيت انا مش عايزه في حاجة. شفت الجو ده كده؟ ده طبق مقبلات لطيف وجميل واتعمل وانت شغاله في المطبخ بتاعك، وانت اكيد هتبقى اشطر مني. الطيب بتاعك مفتوح في المطبخ. نجيب طبق للتقديم بتاعنا الجميل. اللهم صل على النبي. هنا مكانه؟ هنا مكانه حبيب هارتي. سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه الاسره. لا في كل حاجه حلوه، في كزبره، في التومه، في زيت الزيتون، بس سبايسي شويه. الف هنا وشفا للي ياكل.